لا وغير كده كمان الكواليتي بتاع باريس سان جيرمان والضغط بتاعه والكواليتي اللي في الخط الخلفي وفي نص ملعبه اللي مش موجوده في معظم الفرق اللي ريال مدريد واجهها في السيزون بتاعه لغايه دلوقتي. كمان عمل مباراه امبارح عظيمه. فيراتي عظيم. يعني انا برايي كان فيراتي افضل لاعبي باريس سان جيرمان طبعا مع مبابي قوه هجوميه مرعبه لاي فرقه. الناحيه الثانيه طبعا كورتوا كان عامل مباراه كبيره. بص هو فيراتي كده تحسه من اخر الرجال المحترمين في نص الملعب الريجيستا الديب لاينج ميدفيلدر اللي مسؤول عن ان الكوره ما يخسرهاش الفريق بتاعه ان هو يبقى مسؤول عن الكرييتيف باسز الاماميه. صحيح. دول موجودين في العالم بندره دلوقتي. صحيح. يعني كل الناس وهم بيلعبوا 4 3 3 ما فهمش الريجيستا اللي موجود وايطاليا ابتدعت المركز ده. فواحد من اللعيبة يعني نتمنى ان احنا نستنسخهم تاني في اي مكان في العالم. صحيح.